النسخة الثانية من المهرجان الطلاب الدولي بمدينة نابل التونسية استقطب اهتمام المتابعين للشأن السينمائي العربي والدولي لكثافة الأعمال الطلابية المشاركة في فعاليات المهرجان. المهرجان مثل مناسبة للمشاركين الطلاب لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في المجال. عدد الدول المشاركة في هذه المسابقة بلغت لحد الآن 16 دولة. عدد الأفلام المشاركة 65 فيلم، تم اختيار منها 35 فيلم، 20 في المسابقة الرسمية و15 في المسابقة المخارج المسابقة. تم رصد 65 جائزة. الهدف البعيد لهذه الدورة هو فتح الأفاق لأبناء الطلبة، معناها مقاومة ومحاربة الانغلاق، دعم للتفتح، للاطلاع على تجارب الغير من القارات الخمس. عمر الفزاري وأنوار المفرقية من عمان شارك في فعاليات هذا المهرجان بفيلمين قصيرين مثل إضافة نوعية لمجمل الأعمال المقدمة في هذه التظاهرة السينمائية. الفيلم يحكي عن قيمة الهدية في المجتمعات وكيف أن الهدية تؤثر على المجتمعات. هذه المشاركة الأولى لي كمشاركة دولية، أتمنى للجميع التوفيق. الفيلم يحكي قصة طفل يعاني من مرض نفسي وهو مرض هوس نتف الشعر. متمني أن تكون هذه المشاركة إضافة لي ولبقية الزملاء المشاركين في المهرجان، ومتمني للجميع التوفيق. المهرجان الطلابي الدولي للفيلم القصير مثل مناسبة مهمة للطلاب والفن السابع معاً.